سلام البنات، ديري لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان البنات. اليوم بغيت ناخذ رايكم. حرص، بغيت نبدل واحد الفراش، حرص ما عرفش شنو ندير. عندي هاد الفوطويات هنايا ما عرفت نحيدهم، ندير جلسه بلديه، وبغيت رايكم، بغيت افكار من عندكم، بغيت تقولوا لي شنو غنديروا، واش مزيان اولا لا. كيف ما كنحسبكم انا عائلتي الثانيه، بغيتكم تعاونوني. والله عارف شي دابا راه شهرين وانا كنفكر، اكثر من شهرين وانا كنفكر وما عرفتش، ما عرفتش شي راي اللي غنتبت عليه، ما عرفتوش. عندي دابا هاد البلاصه، عندي صالون كبير ديال الرجال، كي قلتو حنايا في عائله الرجال بوحدهم، العيالات بوحدهم. ملي كيجيو عندي العائله ما كيقبلوش ليا الفوطويات، كيضطروا يجلسوا معايا في الكوزينه. هذا هو المشكل. علاش؟ وفي الاول ملي صلح داري الزوج ديالي بغى الفوطويات دارهم، ولكن من بعد ندمت عليهم، بغيت نحيدهم وما عرفت شنو ندير. كنتمنى تعطوني رايكم وتقولوا لي شنو ندير في التعاليق. الله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير. انتم البنات عندي دابايا، عندي هذا الباب ديال الكوزينه هنايا، يعني هذه البلاصه كنكونوا جالسين فيها. هذا هو البلاصه اللي كنجمع انا والوليدات والمنطار، هنايا فين كنكونوا جالسين. أنفاس معاها كاين هاد الفوطويات، بلاصة هاد الفوطويات قلت مادام، قلت مادام كاين هاد البلاصة فين غنجلسو، فين كنريحو فيها مجموعين، قلت أنا هاد البلاصة غادي نحيد هاد الفوطويات وغادي ندير جلسة بلدية. غتبدا من هاد الشكل ديال هاد البيت اللي تحط فيها الديكور، غادي ندور ندير هكا الحاف طويل يمشي حتى لهاديك القنت ويدور عاوتاني حتى لهاديك البلاصه ديال الضو، وندير فيها هكا طبله بلديه بفراش بلدي هكا. الا جاو العائله يجلسو هما مرتاحين. دابا عائلتنا ما كيقبلوش الفوطويات وما كيرتاحوش الفوطويات، ولا جينا نشوفو الصراحه الا جاو هكا العائله وبغيتي تحطي الماكله اولا الغداء اولا، يعني كما كنقولو حنايا ماعون ديال الماكله، يعني تفصيل ما هادش كاينش. كيفاش ما كاينش كيفاش يجمعوا عليه الدوره؟ يعني هاد الطبيله معروفه ديال القهيوه ديال المهم داكشي ديال انا كنشرب عيك ديال القهوه وديال المناقشه ديال الهضره، اما باش يجمعوا فيها العائله وهذا ما باش، لانها لايقه. شنو الفكره اللي تعطوني؟ شنو الراي اللي تقولوا لي؟ واش نحيدهم وندير جلسه بلديه؟ واش نخليهم ولا جاو ضياف؟ ما عرف. دابا عندي صالون كبير، كيف قلت لكم عندي صالون كبير، ولكن ملي كيكونوا رجال وعيالات كيكونوا رجال بوحدهم والعيالات بوحدهم كنتخرج، كنضطر عندي واحد الحوفه في الكوزينه، كنضطر انني نخرجهم على برا، نحيد هاد الفوطويات ونخرج الحوفه حتى كيمشيو الضياف عاد كنرجع عادو بلاصتهم. يعني تعذبت وبقى ضيخه. هي الجليسه هكا روميه عاجباني، وفي نفس الوقت ملي كيجيو العيالات والعائله كنتخرج، ما كيلقاوش فين يجلسوا، يعني الدار قداش وما عنديش فين يجلسوا الضياف، عرفتي كنتخرج بواحد الدرجه ما نعاودلكمش عليها. وحرت خديت الراي ديال البنت ديالي، قالت لي ماما نديرو جلسه بلديه، راه الناس كيجيو، كنتخرج حتى انا معاك نديرو ماما جلسه بلديه. قلت لها عرفتي شنو اللي غادي يهنيني؟ هو غادي نحط فيديو في القناه وغادي ندير الراي ديال الاغلبيه، غندير الراي ديالهم اللي قال لي الراي الاغلبيه اللي قالوا لي خلي الفوطويات نخليهم، واللي قالوا لي بدلي الفوطويات ديري البلدي غادي نديرو. وش غادي نقول لكم؟ استاشرت معاكم وبغيتكم تعاونوني لانني حسبتكم عائلتي الثانيه. والله العظيم ملي كتكون لوحت فيديو كنحس كلشي اللي غادي يشوف هذا الفيديو راه كلهم عائلتي وكلهم احبابي. والله العظيم هو الصراحه هذا الصالون في القبال في الاول كان كله بلدي، كان كله هكا بلدي وعنده الحيط. من بعد دار لي الزوج ديالي هاد الديكور بحال هكا، قال لك صافي الصالون كبير، ما جاتناش الفكره اننا نديرو النص فوطويات والنص بلدي، حتى لدابا حتى خدينا هاد الفوطويات، ولكن اللي بالو انهم غادي يجي البلدي زوين شفتو هو زوين الصراحه في النظره وهذا، ولكن بالنسبه للعملي انها يكون عندك الضياف وينفعك الصراحه الفوطويات ما كينفعو حتى شي حاجه. انا كنتمنى تقولوا لي رايكم بصراحه
ورايكم واش نبدل ولا ما نبدلش. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي علاش ما بغيتيش ديري لنا دويره في الكوزينه ديالك في دارك، راه ماشي ما بغيتش نديرها، مهم غير باقي ما جابهاش جابتهاش الوقيته، راه غادي ندير لكم دويره في الدوره في داري كلها ان شاء الله. بزاف ديال الناس كيحطوا لي في التعليق دير لنا من اول فيديو درته في القناه وصورت في الكوزينه، تقول لي ديري دويره في الكوزينه، ديري لنا دويره في دارك، وماشي كنتهرب اولا ما بغيت، غير باقي ما جابتهاش المناسبه. وان شاء الله باذن الله نهار نبدل هاد صالون اللي كتب وعطيت له الراي الاغلبيه، غادي نحط لكم فيديو على داري كلها من بعد ان شاء الله من فرشها. الا ما فرشتهاش غندير لكم فيها دويره بلا ما نفرشها. مهم كنتمنى منكم الراي ديالكم، وكنتمناكم ديروا لايكات، وشكرا بزاف 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 عائلتي الثانيه. وما تنسونيش ما تنسونيش في التعليق تقولوا لي الراي ديالكم، لان الراي ديال الكبير ولا صغير، اخت ولا ام ولا صديقه ولا كل شيء، غادي نحترمو ان شاء الله. غادي نتسنى منكم الكومونتير ديالكم الزوين، غادي نتسنى رايكم، وهانتوما معايا ان شاء الله. الى بقى هذا الفراش راه هو هذاك، الى كان الاغلبيه ديال الراي انا اللي نبدل، باذن الله غادي نبدل وغادي نشارك معكم باذن الله، وغادي تشوفوا كيف يجي. وشكرا بزاف للمشاهده ديالكم، وطولت عليكم سمحوا لي لانني حسيت براسي جالسه مع عائلتي وكنتحدث معاها. الله يخليكم والله يحفظكم، بكم باش كيطلعوا القنوات، بكم باش كينجح اليوتيوب. وشكرا بزاف، ويلا تصبحوا على خير.